عبدالعزيز، خلينا نتحدث الآن عن السيفتي يونيفورم اللي يلبسه مثلاً المهندس أو كل من يعمل بهالمصنع. أنتم تلبسون الخوذة والجاكيت، وأيضاً بالنسبة للمشرفين يلبسون خوذة وجاكيت، أما العمال المصنع فيلبسون اليونيفورم حتى مانع الحريق وما الحريق جميل جميل. وأيضاً أنا شايفك لابس السيفتي شوز، وتخيل هاي ممكن من أيضا من المتطلبات وأعتقد أنه الآن هيئة مدن في صدد أنها تفرض هذه الأشياء على جميع المصانع. جميل. لا في الأمن والسلامة بالنسبة للعمال، وبرضو بالكنتليشن هذا اللي هو الأبخرة والتهوية جميل. ولن يعطون يعني تصاريح للمصانع وكذا اللي لم يسوون المتطلبات اللي طالبين منهم هيئة مدن. أي نعم.